استثنائية تعيشها ليالي الدوحة بعد تأهل أغلب المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا. لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير العربية في الدوحة، حيث تتخطى نشوة الجمهور الرياضي حدود الملاعب فتحول صداها إلى أغاني تعبر عن تنوع الثقافات العربية. أكيد الجمهور العربي بلا استثناء، أنا ما أقدر أسمي الجمهور السعودي، الجمهور العراقي، الجمهور الأردني، الجمهور الفلسطيني اللي حاضر بكثافة أمام الإمارات، شفناه يعني مبهر في الملعب في استاد الجنوب. يعني أتمنى الحقيقة من إخوان العرب أنهم يستمروا في الدعم لمنتخباتهم العربية إن شاء الله. بطولة آسيا التي خالفت كل التوقعات وتصدرت الدول العربية تصنيفاتها، ها هي جماهيرها تعتد ويعتز بعضها ببعض، فالكل هنا يرقص فرحا على أنغام عربية مختلفة لكنها جمعت العرب بشعور واحد. أنا داحس نفسي بنص بغداد، ما داحس نفسي بالدوحة، وخصوصا إخوان والتجمع بين العرب. لما تصير مباراة ما تحسب هاي الشيء إنه العداوة بينهم بالمباريات، وهاي بالعكس ودية، اللي يفوز يفرحوا له. 8 فرق عربية تأهلت إلى الدور 16 من بطولة كأس آسيا، لكن ما يجمع عليه العرب رياضيا وجماهيريا هو أن البطولة ما زالت تتكلم بالعراق منتخبا وجمهورا.